قمر ايام خالف الجوانح زرق الجنحين يا الطاير، وانت يا بين الحمام فارح، وانا يا صاحبي محير، ومن هنا ما الريح صار ليك اللي ميسر بيا مسبوط الومح. فاطمة المعذبة الشاعر ادي علواني تروح، سلم على الشاطنة الخاطر يا قمري يا مخالف الجوانح، زرق الجنحين لله يا الطاير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحيتي للجمهور داخل الوطن وخارج الوطن، والشيخ على أخوكم كل يوم يهديكم كلام. يقولون واحد الولاء لذا أنواذ بكري بالذهب مشري، يقولوا الولاء اللي بغى الدنيا يبكر واللي بغى الآخرة يبكر. شوف هالكلمة خصنا نفهموها، اللي بغى الدنيا خصها يبكر واللي بغى الآخرة خصها يبكر. علاش؟ ولا يقول لك نواض بكري بالذهب مشري، واحد اخر يقول لك بكر الحاسك تقضيها. وصلنت على ما يقول الفيل، والبنت قبل ما تصوم اعطيها، ولا بغيت تنجي من قول تقال، وكلمتك مع الرجال وفيها، كلمتك مع الرجال وفيها، وشوف واش يقولوا ذو البطال. كلامي راه دواء، ولكن اللي عنده العقل يفهم. راه كاين اللي هذا الكلام كيجي زائد نقص، ولكن الحمد لله يا ربي مع الجمهور راني مليح. علاش؟ كانت لقى ناس يقولوا لي الشيخ علال هذا الكلام منين راه يجيك، وهذا الشيء اللي راك ديرو راك يعني كتفرحنا بزاف، راك يعني جايب لنا واحد الشيء. كان دخلوا للقناة نتاعك وكان تفرجوا ونسمعوا لواحد الكلام اللي فيه الفايدة، وكاين الكلمة اللي نوقفوا عليها كنقولها انت زايد ناقص، ولكن احنا نوقفوا عليها. علاش؟ ها ربي الا بغى ربي يعطيك، راه يعطيك الموهوبة، والموهوبة سابقة القراية. انا تسميتي ما نعرفش نكتبها، ولكن عايش في هذا الجو نتاع الفن، الفن، وعايش يعني مع الجمهور ديالي، وكنشكر المغاربة الحرار، وكنشكر حتى خوتي الشعب الجزائريين، الشعب الشعب، خاوة الخاوة ما كانش. علاش؟ انا كنت نمشي تما ايام التسعينات، وكنا نخدموا ونديروا الحلقه في الجزائر، ونخدموا لعادي ونتلاقاو مع الشيوخ وخدامين ويحبونا. انا كنهضر على الجمهور، كنهضر على الشعب، ويحبونا ناس ونحبوا ناس، ومازال عندنا الاصدقاء، ومازال اتصلوا بالتليفون، ومازال نهضروا ونباتوا مقصرين. علاش؟ محبه الله تعالى، احنا مسلمين ولاد محمد رسول الله، ما عندناش شي فراق في الدين، ديننا هو سيدنا محمد. تحياتي للمغاربة في كل قنت، وتحياتي لخوتي الشعب الجزائريين، الناس المحبين اللي كيحبوا حتى هما المغاربة. أنا خاوة خاوة، ما كانش العداوة، واللي هو مؤمن ديما يجري للخير. قال لك يا الزارع الخير حبة، ويا الزارع الشر يسر، ومول الخير راه ينبى، ولكن أحبابي مول الشر خاسر. بصح مول الشر والله لا خاسر، ما عنده حتى حاجة. سعدات الإنسان اللي يجري للخير، سعدات الإنسان اللي يفكر. ربي عطانا العقل نور نصرفه كيما نبغيو. أهو غادي غير نعطيكم غير واحد النكتة وفيها الفائدة. بلاد بشحال عنده في المخ نتاعو، ها شحال عنده في المخ اللي كيسير بنادم، سول الطبيب سول الناس اللي هما هاد. كاينه 520 غرام، شوف 520 غرام اللي كاينه في المخ نتاع بنادم، في الدماغ ديالو كتسير بنادم. ولكن خصنا نفكروا، هل التفكير كاينين؟ والوقت اللي قالوه اليوم راه حنا وصلناه، والله لو وصلنا. قال لك الدم يا الحارث الدوم، والدوم كثروا الفاعو، الدم ما بقاش ينفع الدم، يا ويحك يا اللي خانوا ذراعو. احنا فيها
كنا حنا صغار نسمعوها نبقاو نضحكوا. ايوا صافي هذه غير هضره خاويه. كثره العداوه اليوم تلقى الناس متعادين مع خوه مع خالته مع عمته مع جده مع عمو، كاين اللي راه يدعى مع والديه في المحكمه. واش هذا الوقت حنا اللي كنا يعني عايشين فيه؟ ماشي هو هذا الوقت. اللي عنده العقل ويفكر شوفوا هذا شهر واحد وهذا ابوه لا باقي له نهار ولا يومين يكمل تاع المشتى، هي موراه غادي يدخل ساعة السعود. وهانتوما تشوفوا الحرارة اللي كاينة تاع الشمس، ما عمرو ما شفنا هذا الشيء اللي حتى لهذا العام. علاش؟ اللي عنده العقل هنا يخصه يفكر، واللي ما عنده عقل ما يدبر راسو. انا اسمحوا لي انا غير مفرج ومنشط وغادي نولي لكم الحكاية، انا غير كنفيدكم ولله باش علمني الله. هنا يا سادات يا كرام نوليو للحكايه اللي كنا فيها. هذاك الجن داهم مؤمن بقى يقريهم القران العظيم، قراوا القران حتى ولاو مولات 16 سنه. شوف شوف ربي مني كيبغي يدير، ولات البنت كمال وجمال والولد كمال وجمال. واحد اليوم البنت تنوات قالت له خويا قال لي نعم، قالت له باغي نقول لك ولكن اسمح لي. قال لي قولي. قالت له احنا يا ماشي بحال هذا بحال هذا اللي رحنا عنده، شوف هاد الناس كي دايرين وشوف احنا كي دايرين، يا اخي رحنا فراق احنا وهاد الناس. قال لي كيفاش؟ قال لي قالت له رحنا فراق. قال لي خاطئ، غادي نسولو با باهم الجن. جا الجن قال البنت ماشي هذيك هي، الولد ماشي ذاك هو. قال لهم مالكم؟ نطقت البنت قالت له يا ابي باغي نسولك. قال لي هو. قالت له انت تبان لينا في شكل واحنا في شكل، ما عرفناش يا ابي هاد الشيء كي راه صاري. الجن قال لهم واه عندكم الحق، انتوما من الانس ولكن انا من الجن، وراني غير مربيكم. لقيتكم يعني في واحد العرصه وراني جبتكم وراني ربيتكم وقريتكم ورديتكم مرا مرا الراجل راجل، ورا عندكم باكم وباكم سلطان. وانا مالك مالك. قالوا له نقدروا نشوفوه؟ قال لهم تشوفوه. قالوا له ماذا بك؟ فيدنا ببانا في دار الدنيا نشوفوه قبل الاخيره. قال لهم خاطركم. امر الجنون بناو قصر قدام القصر ديال بواه بعيد منه، داروا عليه الاخفاء ما كانش اللي يشوفه. دارهم في ذاك القصر، حايد عليه الاخفاء، حل مدينه شافوا القصر. او هذا قصر واش مقصر؟ واي 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 واي. شافوا السلطان قالوا له يا سيدي هذا واحد القصر منزول من عند الله، اصبح مبني ما عرفناش. اللي يجي ما يقدرش يقرب القصر بالهيبه نتاع الجن، اللي يجي ما يقدرش يقرب القصر بالهيبه نتاع الجن. يمشي الخبر ويجي حتى يقلط الحاجه كبوره. قال لك شي لا شت لا زوج ثابت وصلات ودارت سبحه رقيقه، اللي يخدموا يا ابليس في عام تخدموا هي في دقيقه. قال واش كاين؟ قال واحد القصر ولكن ما عرفناش اللي يجيب لنا الخبر نتاعو، اللي يمشي يخاف. قالت ليه ما انا نجيب لكم الخبر نتاعو انت. واه صحة راها جاية دارت النهار الأول قوست، دارت النهار الثاني قوست، النهار الثالث دات المزمر ودات البخور ودات هذا. البنت ما موالفاش مع الإنس، شمت الريحة نتاع البخور رقبت، شافتها العزوج. اش راكي ديري تما؟ يا
يا بني انت قالت لي هذا القصر بغيت نشوفها ونشوف مالي، وانت واش مورقي ديري هنا؟ يلا قالت لي سيري راه الا جابوها يضربك. هدرت معاها على زوج النهار الاول، الجن جا واش من الريحه نتاع البخور، قال لي ها بنتي، قلت له نعم، قال لي ها جات شي حاجه اليوم هنايا لهذا الاقصر، قلت لها با واحد المراه كبيره وراها جات وطقت هنايا البخور ومشات. إيه هذه هي لزوج بنت الحرم اللي خرجت عليكم. واخا بنتي ما عليكش غدوه الا جات بغات تدخل دخليها. واخا الجن مشى هو والولد النهار الاخر، جات العجوز غير هي جات دقت في الباب، البنت حلت عليها قالت ليها دخلي، دخلت. اش كاين؟ قالت لي يا بنيتي انتوما واش من الانس ولا من الجن؟ انا راني دخت انا. اي قالت ليها لا لا حنا بانا ما من الانس، وحنا ولاد سلطان، وبانا السلطان ديال هاد البلاد. ايوا كيسرى لكم؟ كيسرى لنا؟ ايوا اش غادي نقول لك؟ حكام الله هو هذا، وراه جابنا الجن ودارنا القصر ياك. واه زوج قالت ليها بالسلامة عليك الله يهنيك. مشات العزوج، جا الجن قال ليها جات العزوج، قالت له جات ما شديتيهاش؟ لا راها بحثتني. اي غدوة إلا جات شديها. واخا العزوج بقات تفكر، قالت هادي الولد والبنت اللي رميتهم، والسلطان إلا كسب الخبر صافي هادي النهاية نتاعي، أرا غادي ندبر على هاد الجن نحرقو ما يبقاش يدور. العزوج بايتها تفكر البلان كيفاش غادي يدير لهاد الجن. أرانا يا سادات يا كرام راها تفكر وغادي تمشي للقصر، سمع التدبير اللي غادي يديرو بنت الحرام، ولكن النصر من عند الله سبحانه عز وجل. هذا جن ومسلم وخايف الله. الحكاية ديالنا راها زايدة لقدام، وتحياتي للجمهور، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والله يجعل رب العالمين يحفظنا ويحفظ بلادنا، والله يجعل رب العالمين أصحاب الكورة الله يحفظهم، الله يجعلهم إن شاء الله يجيبوا لنا الكأس ويجيبوا لنا فرحانين بجهد الله ورضاة الوالدين.